كيفية خسارة من 15 ل 20 كيلو في رمضان، وبالنسبة للناس اللي بتعرفش تحسب هنكون فيها أمثلة كتيرة جدا سواء للفطار أو السحور أو بين الفطار والسحور عشان تبدأ تخس. يعني إن شاء الله في الفيديو دوت هتخس، يعني هتخس. وبما إن رمضان داخل علينا وأنت دايما بتستغله في العبادة، وفي نفس الوقت هو بيجي مرة في السنة عشان يبدأ ينقي جسمك من السموم، فاستغله كمان إنك تبدأ تحافظ على صحتك وتبدأ تحسنها أثناء رمضان. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم عم شعراوي متخصص التغذية. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله الفيديو دوت معمول مخصوص للناس اللي ما بتعرفش تحسب وعاوز تخسر اكبر كمية دهون ممكنة في رمضان. الفيديو دوت برضو فيه جزء علمي بالنسبة للدكاترة، الناس اللي عاوزة تفهم الكيتوجينيك دايت اكثر. ان شاء الله وعيدك انك لو خلصت الفيديو دوت هتكون فهمت الكيتوجينيك دايت وهتقدر تطبقه في رمضان مع الامثلة اللي انا قالها لك لو انت ما بتعرفش تحسب، وان شاء الله تبدأ توصل لهدفك المثالي. قبل ما نبدأ لازم نبدأ نكسر شوية الخرافات او الحاجات اللي الناس بتخاف منها. ازاي انا هبدأ اكل دهون وهخسر دهون؟ احنا متعودين طول عمرنا ان الدهون دي هي الحاجة الوحشة، هي الحاجة اللي المفروض نبعد عنها عشان ما نزيدش دهون. تاني حاجة، ازاي انا هبدأ اكل كمية الدهون دي وفي نفس الوقت الكوليسترول بتاعي والدهون الثلاثية مش هتزيد عندي ومش هتسبب لي مشاكل صحية؟ بعد كده بالنسبة لمريض السكري درجة تانية، ده انا بالنسبة لي كده انا ممكن اعمل له مشكلة عن طريق الدهون، او ان الناس بتقول ان البنكرياس ممكن يبدأ يتعطل او يحصل له مشاكل. بالتالي ان شاء الله هنبدأ نجاوب على الأسئلة دي سؤال سؤال ونبدأ نجاوب عليها بالطريقة العلمية عشان انت تبقى فاهم وتكون واعي، وتكون لما حد يسألك انت فاهم انت ماشي على النظام ازاي وطريقة عمله ازاي عشان تقدر تخس بيه أكبر كمية دهون ممكن. أول حاجة، ازاي اللي انا هقدر اكل كمية الدهون دي كلها وفي نفس الوقت مش هيحصل لي مشاكل في الكوليسترول أو الدهون الثلاثية؟ تعال نفهم. اول حاجة وهتبقى معلومة صادمة ليك، المسبب الرئيسي اصلا للدهون الثلاثية اللي هي اخطر من الكوليسترول اللي هو السكريات اللي هي الكربوهيدرات. طب تعال نفهم. اول حاجة دلوقتي لما انت تبدأ تاكل، الجسم انت اكلت دلوقتي سكريات او كربوهيدرات بيبدا يتحول داخل الجسم الى سكر. لما سكر الدم بيبدا يعلى انت كده جسمك هيبدا يخش في مرحله خطر، فبالتالي في عضو في الجسم اسمه البنكرياس. البنكرياس دوت وظيفته انه يبدا يفرز هرمون الانسولين. هرمون الانسولين ده وظيفته ان هو يبدا ياخد سكر الدم دوت يبدا ينقله داخل الخلايا العضليه سواء في العضلات او في الكبد على هيئه جلايكوجين، بالتالي لما الجسم يحتاج طاقه يبدا يستخدمها. فبالتالي هنا انت كل شويه عمال تعمل ايه؟ تدخل كربوهيدرات، بالتالي السكر يعلى الانسولين يتفرز اعلى. لما تفضل تستمر على العمليه دي وبدون رياضه لفتره كبيره بيحصل حاجه عندك اسمها مقاومه الانسولين. مقاومه الانسولين هنا هي عباره عن ان الجسم رافض اللي يدخل له السكر ده في هيئه جلايكوجين. يعني انت دلوقتي لما خلاص انت اكلت سكر بالتالي الانسولين اترفع بكميه كبيره، تمام؟ بيجي الانسولين يبدا ياخد السكر ده يجي يدخله جوه، بالتالي الخلايا اصلا رافضه انها تاخد السكر. يعني مثلا الخلايا كانت قبل كده شغاله بنسبه 100% بدات تشتغل بنسبه 50%، فبتاخد 50% من السكر في 50% تاني في الدم، بالتالي هيبدا يسبب لنا مشاكل صحيه. فبالتالي هنا الانسولين بيبدا ياخد السكر دوت ويبدا يحوله لدهون ثلاثيه، يبقى بالتالي هنا المسبب الرئيسي للدهون الثلاثيه هي الكربوهيدرات وبالذات السكريات. وطبقا للعمليه دي بيبدا يحصل حاجه للبنات اسمها التكيسات في المبايض، برضو هي المشكله في مقاومه الانسولين. طيب انت برضو فضلت مستمر بتبدا تخش على حاجه اسمها بري دايابيتيك اللي هو قبل مرض السكري خلاص. طيب فضلت برضو مستمر وما كشفتش وما عملتش نظام غذائي، اللي بيحصل بيبدا جسمك يدخل في مريض السكري الدرجه الثانيه اللي هو من كتر ما كل شويه ما انت عملت سكر وكل شويه البنكرياس يفرز انسولين بكميات عاليه، السكر مش راضي ينتهي. يعني انت دلوقتي هو مش راضي يتقبل داخل الخلايا، فبالتالي البنكرياس سكر عالي، فالبنكرياس يعمل ايه؟ يبدا يفرز كميه انسولين اعلى. فبالتالي هنا بتلاقي كميه السكر في الدم بالنسبه للصايم للشخص المريض السكري درجه تاني ممكن تلاقي 120 130، انما لو جيت تستاهل الشخص الطبيعي تطلع 80 ل 90 او ساعات 100. ده المسبب الرئيسي للدهون الثلاثيه وجميع الامراض المزمنه اللي هي السكريات عموما، تمام؟ فبالتالي كده انت موضوع انك دهون هتبدا تزود لك الكوليسترول او الدهون ثلاثيه، الكلام دوت خطا تماما. اللي بيتحول في الجسم لدهون ثلاثيه هو السكريات مش الدهون. هقول لك برضو حاجه ثانيه، عارف السكر اللي انت بتستخدمه عادي اللي هو مثلا بيقول لك استخدم 3 4 5 معالق في اليوم، وفي ناس بتجيب مثلا الكولا او البيبسي اللي هو بتعادل كميه سكر كبيره جدا،
نص السكر دوت الجزيئات بتاعته بتتكون من حاجه اسمها الفركتوز، والفركتوز دوت بيبقى موجود في سكر الفواكه بس بكميات قليله. الفركتوز دوت الكبد ما بيعرفش يتعامل معاه، فبالتالي هنا بيعمل ايه؟ بيبدا ياخده يخزنه دهون ثلاثيه داخل الخلايا الدهنيه، فبالتالي هنا هو المسبب للدهون الثلاثيه، فبالتالي مش الدهون بريئه تماما من الموضوع دوت. وعيب لما انت تبقى انت دكتور او استشاري يبدا حد يتكلم معاك تبدا تقول له ان الدهون دي هي اللي بتسبب الدهون الثلاثيه مش السكريات. واحد تاني هيجي يبدا يقول لي انا دلوقتي بدات امشي في الكيتوجينيك دايت بس لقيت الكوليسترول عادي. تعال نفهم الجزئيه دي. طبيعي جدا في بداية الكيتوجينيك دايت ان الكوليسترول بتاعك يبدأ عالي، بس في حاجة هنا ان استحالة تلاقي الدهون الثلاثية اللي هي اخطر حاجة لما تيجي تشوفها في التحليل المفروض ما تكونش عالية انها هتلاقيها عالية. الكوليسترول العلماء قدام قسموه لحاجتين، لحاجة اسمها ال دي ال سي وال دي ال بي. قالك ال دي ال سي ده لو عالي مفيش اي منه اي مشكلة، انما لو ال دي ال بي دوت العالي كده يبقى في مشكلة ولازم تروح تكشف. بس للأسف في الوطن العربي هتلاقي المعامل اللي بتعمل ال دي ال بي قليل، انما في اوروبا هتلاقيها متوفره. فبالتالي هنا قال لك اهم حاجه هنا الدهون الثلاثيه لما دي تبدا تعمل تحليل كوليسترول تبقى في مستويات قليله. طيب الناس برضو بتقلق ان الكوليسترول بيبدا يعلى، تعال نفهم ليه الكوليسترول بيبدا يعلى في الكيتوجينيك دايت او في بدايه الكيتوجينيك دايت. انت دلوقتي حولت جسمك لمكنه لحرق الدهون، جسمك بقى يستخدم المصدر الرئيسي للطاقه الدهون. بالتالي هنا الخلايا الدهنيه دي لما تيجي الجسم يستخدمها كطاقه بيستخدمها كطاقه بس فيها جزء الكوليسترول، فالكوليسترول دوت بيبقى بينزل في الدم بياخد فتره لغايه ما يخرج. بس هل ده بيسبب لي حاجه او ضرر صحي؟ لا طبعا. عشان كده تلاقي الابحاث اللي هي بعد 3 ل 6 شهور في كيتوجينيك دايت او بعد سنه تلاقي يقول لك ما فيش حتى ال دي ال سي بيرجع قليل تاني وبيرجع لحالته الطبيعيه، انما هو في بدايه الكيتوجينيك دايت لان انت بتستخدم دهونك كمصدر للطاقه، وكل لما انت بتبدا تحرق اسرع، يعني انت لو انت بدات في الاول اسبوع خسيت 5 6 7 كيلو الكوليسترول عندك بيبدا يعلى. يعني ليه؟ لان انت دلوقتي استخدمت كمية دهون داخل جسمك اكتر، فبالتالي الكوليسترول بيبدا يعلى معاك اكتر. فبالتالي النوعيه دي من الناس ما تقلقش تماما خالص في الاول، انت ما تعملش تحليل كوليسترول طول ما انت ماشي صح. بعد 3 6 شهور اعمل تحليل واوعدك هتلاقي الكوليسترول نزل في اقل حالاته، لان الموضوع دوت في ناس كتير جدا بتبعت لي وتسالني على الصفحه. الموضوع في الكيتوجينيك دايت مختلف تماما عن اي نظام تاني، الا طبعا لو انت ماشي كيتوجينيك دايت وبدات تدخل سكريات معاه فطبعا انت كده بتدمر نفسك، انما لو انت ماشي كيتوجينيك دايت ما تقلقش تماما من الكوليسترول. تعال نفهم جزئية تانية. دلوقتي برضو في ناس بتيجي تسألني طب ليه بلاقي مثلا استشاري كبير في كلية او مثلا مدير مستشفى باجي اسأله على الكيتوجينيك دايت يقول لي لا ابعد عنه، او بعض متخصصين التغذية او بعض الدكاترة بتقول لا ابعد عن الكيتوجينيك دايت مضر ما ينفعش تمشي عليه، وبيبدأوا يخوفوا الناس منه. طيب انت عارف ان الكيتوجينيك دايت في الابحاث اثبتت ان هو بيبدا يعالج مريض السكري درجه ثانيه؟ انت تعرف ان احنا كنا طول عمرنا عارفين ان مريض السكري درجه ثانيه دوت مرض مزمن ولا يمكن العلاج منه، انت بس بتحاول تحافظ عليه. تعرف ان الكيتوجينيك دايت بفضل الله الناس قدرت تتغلب على مرض السكري درجه ثانيه؟ طيب ايه اللي بيحصل اصلا؟ تعال نبدا نفهم هنا وبعد كده نبدا نتكلم في النقطه دي. الناس اللي عندهم مريض سكري درجه ثانيه بيبدا ياخد يوميا انسولين، او يبدا ياخد بقى بيبدا في الاول مثلا ياخد برشام وبعد كده يبدا ينتقل ان مرحله تزيد معاه سوء يبدا ياخد الانسولين. هنا يوميا مليارات بتتصرف للشركات عشان تبدا تصنع الانسولين وحاجات بتاعه المريض سكري درجه ثانيه عشان تبدا توردها وبتكسب. فانت لو انت جيت قلت لهم والله في نظام غذائي هيبدا يعالجك، ايه اللي هيحصل؟ ما انت كده انا هعالجه بس انا بضرب الشركات، انا بوقع بقى، مش بقول لك بملايين، بكلمك في مليارات. اكتر مرض مزمن على مر العصور هو مرض السكري درجه ثانيه، اللي بعديه بقى بيسبب بقى تكيسات بقى في المبايض، بعديه بقى بيسبب بقى ضغط كلى كبد الى اخره، انما اكتر مرض مشهور هو مريض السكري درجه ثانيه. فبالتالي الناس دي بتحاربه. بس تعالى برضو افهمك انهم المريض السكري داير في دايره مش هيقدر يطلع منها الا لو خرج على انظمه اللو كارب او نظام الكيتوجينيك دايت. اول حاجه دلوقتي زي ما احنا قلنا المريض السكري بياكل سكر، السكر يبدا يعلى. ايه اللي بيحصل؟ البنكرياس بيبدا يفرز انسولين. من كتر ما البنكرياس كان قبل كده زي ما احنا قلنا عمال يفرز انسولين حصل فيه خلل، بقى كميه الانسولين عنده
قليله، بقت تتفرز بكميه قليله. طيب انا فرزت كميه قليله وفي نفس الوقت سكر الدم عالي، غير اصلا اللي انا عندي مقاومه انسولين، ان الخلايا اصلا مش قادره تاخد جلوكوجين. فبالتالي هنا لما انا اجي ادخل السكر جوه الخلايا، الخلايا مش رافضه، فاخد جزء احوله دهون، وفي نفس الوقت السكر ما قلش لان كميه الانسولين اللي طالعه كميه قليله، فبالتالي مريض السكر اللي بيحصل بياخد الانسولين. طيب اخد الانسولين، الانسولين بدا يزيد وسكر الدم زايد، فالانسولين يبدا ياخده لا يدخله جوه الخلايا لا يحوله دهون، سكر الدم هيبدا يقل. اول ما سكر الدم يبدا يقل بعدها بساعه ساعتين مريض السكري يبدا يجوع، فيتجه ان هو ياكل الكرب، فايه اللي يحصل؟ السكر تاني اعلى، فبالتالي يبدا ياخد تاني انسولين، الانسولين هيبدا يزيد، السكر معاه يبدا ياخده، فبالتالي مريض السكري بيفضل داير في الدايره دي بدون توقف الى ان ينتقل الى نظام تاني اللي هو اللو كارب او نظام الكيتوجينيك دايت. انما طول ما هو ماشي على العلاج ومش راضي يغير النظام الغذائي اللي هو الاساس بتاعه، عمره ما هيشفى من مرض السكر. وفي ناس كتيره جدا بفضل الله كان عندهم تكيسات في الموبايل، ناس كانت عندها مقاومه انسولين، ناس كان عندها دخل على مريض السكري، ناس عندها مريض السكري وقدرت انها تخف منهم تماما عن طريق الانظمه اللو كارب او عن طريق نظام الكيتوجينيك دايت. فبالتالي هنا الناس ما تقلقش خالص، الموضوع ده كله هي عمليه ممنهجه عشان الناس تبدا ما تتبعش الانظمه دي، لان فعلا لو اتبعتها تبدا تعالج. وعشان كده دلوقتي بقوا يعني الدكاتره دي ما بقتش تهاجم كيتوجينيك دايت، بدات تقول لك ايه بقى؟ ما هو دلوقتي خلاص الناس بدات تجربه، بداوا ينجحوا، ناس عندها سكر بدا السكر ينتقل من عندها، الناس اللي ما بتعرفش تخلف وعندها تكيسات في الموبايل اتخلفت. فبالتالي هنا ايه هيبداوا يقولوا؟ بدوا يقولوا والله ان الكيتوجينيك دايت هو كويس، بس مش هينفع تمشي عليه غير ما يكون معاك متخصص في التغذية او دكتور. بدأوا يصعبوا الموضوع على الناس عشان الناس تبدأ تكره ان الموضوع ان هم يمشي اصلا في الكيتوجينيك دايت بعد ما الدراسات خلاص. ما هو مش هيقدر دلوقتي لو دكتور مثقف، مش عمره ما يجي يقدر دلوقتي يقول لك الكيتوجينيك دايت مضر، بس يقول لك ايه هو اخره شهرين 3 شهور، اخره 6 شهور ولازم تبقى ماشي مع واحد متخصص، لو عملت فيه غلطة مش عارف جسمك هيتبهدل هيحصل لك، بيبدأ يخوفك منه. فبالتالي انا مش عاوز الناس تقلق تماما خالص، وبكده احنا غطينا على معظم الحاجات في الكيتوجينيك دايت اللي الناس بتقلق منها. نبدا بقى نتكلم دلوقتي عن الكيتوجينيك دايت، وبعد كده نبدا ندي امثله للناس عشان تبدا تمشي عليه في رمضان. ايه هو الكيتوجينيك دايت؟ الكيتوجينيك دايت جاي من حاله اسمها الكيتوسيس. الكيتوسيس دي حاله بتحصل يوميا لما انت تكون مقلل سعراتك او لما تكون عامل الصيام المتقطع. الحاله دي بيبدا الجسم بدل ما هو بيستخدم الكربوهيدرات كمصدر للطاقه اللي هو السكر عندك، بيبدا يرفع استخدام من نسبه الدهون اللي عندك كمصدر للطاقه بتصل الى 80%، والكرب بيبدا يقل لغايه ما يصل الى 20%. والحاله دي دايما بتحصل في حاله الصيام المتقطع. عشان كده الكيتوجينيك دايت هو بيخلي الجسم يعتمد على الدهون مصدر للطاقه، هو جاي من الحاله دي. بس هنا بدل ما هو مصدر للطاقه مؤقت لغايه ما انت تبدا تاكل، لا هو بيخليه بيعتمد اعتماد كلي على الدهون كمصدر للطاقه، بالتالي بيخلي جسمك مكنه لحرق الدهون. النسب في الكيتوجينيك دايت بتبقى من 70 ل 75%، من 20 ل 25%، 5% كربوهيدرات. نظام الكيتوجينيك دايت عالي الدهون متوسط البروتين منخفض الكربوهيدرات. ليه احنا بنقول متوسط البروتين؟ لان هي ديت النسبه من 20 ل 25%، لان في ناس كده جدا فاكره ان الكيتوجينيك دايت عالي البروتين، لا هو عالي الدهون متوسط البروتين. وما تخلطش دايما بين نظام عالي البروتين اللي هو بي اس ام اف والكيتوجينيك دايت. نظام عالي البروتين هو عالي البروتين منخفض الدهون منخفض الكرب، انما الكيتوجينيك دايت عالي الدهون متوسط البروتين منخفض الكربوهيدرات. بعد ما احنا قلنا كده النسب بتاعت الكيتوجينيك دايت، بنيجي على ال 5% كربوهيدرات، ما بتبقاش الكربوهيدرات اللي هي اي كرب، لا بيبقى من الخضار. وفي قدام في امثله الاكل هبدا اقول لكم على خضروات يفضل في الاول احنا ما ناكلهاش او بنقلل منها. ليه؟ لان النت كرب فيها بيكون عالي والسكر بيكون عالي. طيب ايه هو النت كرب ده اصلا؟ احنا في الكيتوجينيك دايت بنقول انك ليك من 15 ل 25 جرام نت كرب، وكل لما يقل كل لما يكون افضل، بس في نفس الوقت ما تقللوش خالص عشان لازم تجيب الفيتامينات والمعادن الموجوده في الخضار والسلطه اللي جسمك محتاجها. ليه احنا مش بنحسب الكرب كله؟ دلوقتي الكرب فيه جزء الياف، الالياف دي مالهاش سعرات عامله زي المالتي فيتامين الجسم ما بيعرفش يتعامل معاها. فبالتالي هنا ما احنا ما بنحسبش الكرب كله. طيب ازاي نحسب النت كرب؟ النت كرب هو عباره عن
المطروح الكرب كله ناقص الالياف. يعني انا دلوقتي لو في منتج قدامي فيه 10 جرام كرب بس كاتب لي فيهم 5 الياف، يبقى كده مجموع الكرب كله هو 5 جرام فقط وليس 10. وبكده احنا قلنا نبذه بسيطه عن الكيتوجينيك دايت، نبدا ننتقل الى ايه هي مصادر الطاقه داخل الجسم. اول حاجه في مصدرين، مصدر طاقه اساسي ومصدر طاقه ثانوي. الطبيعي اللي هو الناس بتاكل كربوهيدرات بمصدرها الطاقه الاساسي اللي هو الكربوهيدرات اللي هي السكريات. تاني مصدر ثانوي اللي هو الدهون، اول ما بيكون الجسم قللت له سعراته محتاج طاقه، بالتالي بيبدا يسحب من دهون جسمك. انما في الكيتوجينيك دايت بيبقى العكس، بيبدا الكيتوجينيك دايت زي ما احنا قلنا هو بيحول جسمك لمكنه حرق الدهون، بيبدا يعتمد اعتماد كلي على الدهون. طب واحد دلوقتي هيجي يقول لي انا دلوقتي اللي انا اعرفه ان العقل بيتغذى على السكريات، العقل بيتغذى على السكريات في النظام العادي. انما لما انت تيجي تبدا تمشي في نظام الكيتوجينيك دايت، الكبد بيفرز حاجه اسمها الكيتونز. الكيتونز دي هي بتبقى غذاء العقل. الابحاث العلميه وجدت ان الكيتونز افضل 10 اضعاف او اكتر من السكر بالنسبه لتغذيه العقل، عن طريق ان هي اول حاجه بتحسن الذاكره، بتقضي على الزهايمر، بتعلي التركيز. بالتالي كده انت بتتغذى وقت كيتوجينيك دايت على الكيتونز بدل السكريات. في حاجه وحيده في جسم الانسان ما تقدرش تتغذى على الدهون، وهي خلايا الدم الحمراء بتتغذى على الكرب او السكريات انت بتاكلها من الخضروات الورقيه. انما بقيه الجسم يقدر يعتمد اعتماد كلي على الدهون بدون ما يستخدم السكريات. عمل الكيتو دايت في جسم الانسان ازاي الكيتو دايت بيشتغل؟ ازاي اعرف ان انا ماشي صح في الكيتوجينيك دايت؟ الكيتوجينيك دايت معتمد اعتماد اساسي ان الانسولين، الهرمون اللي هو لما انت بتبدا تاكل سكريات بيبدا يرتفع، يكون في اقل مستوياته. بالتالي طول ما هرمون الانسولين في اقل مستوياته، طول ما الجسم بتاعي عمال يحرق دهون. عشان كده في بعض الدكاتره يقول لك الكيتوجينيك دايت مش هتاخد الفوائد الصحيه بتاعته كلها غير لما تدخل معاه الصيام المتقطع، لان الصيام هيخلي الانسولين في اقل حالاته، بالتالي الجسم يبدا يحرق اكبر كميه دهون ممكنه. طيب عشان برضو نبدا نفهم اكتر، طول ما هرمون الانسولين دوت في اقل حالاته، طول ما جسمك بيحرق او بيستخدم الدهون مصدر للطاقه، سواء الدهون اللي انت اكلتها او دهون جسمك. اول ما هرمون الانسولين دوت يرتفع، لو عملت ايه؟ استحاله جسمك هيحرق في الوقت دوت دهون. يعني مثلا في بعض الناس بيبدا يستخدم مكملات اللي هي البي سي دبل اي. البي سي دبل اي معظم الناس فاكرين ان هي ما فيهاش سعرات، هي للاسف فيها سعرات قليله، مثلا 4 5 سعر حراري، بس بترفع الانسولين بكميه عاليه. يعني انت لو انت استخدمته في الكيتوجينيك دايت، في خلال الساعتين او الثلاث ساعات لغايه ما الانسولين يرجع يقل تاني، جسمك مش هيحرق دهون. فعشان كده احنا بنراعي هرمون الانسولين. طيب ازاي انا ابدا اراعي في الكيتو؟ اللي انا ما ابداش اكل سكريات، امنع نفسي عن السكريات. انا مش قصدي هنا على السكريات العاديه، لا، انا قصدي السكريات اللي هي في الاكل. يعني النيت كارب بتاعي ما احاولش ان انا ازوده. مثلا دلوقتي لو انا باكل مكسرات، ما احاولش ازود المكسرات كتير عشان ما ارفعش النيت كارب بتاعي، بالتالي هبدا ارفع معايا هرمون الانسولين. طيب هل معنى كده ان هرمون الانسولين لما انت تبدا تاكل دهون ما بيرتفعش؟ لا، هو بيزيد، بس بيزيد بيكون في مستوى في بيكون في حالاته الطبيعيه. زي مثلا دلوقتي احنا بنقول في الكيتوجينيك دايت ما ينفعش تاكل البروتين في لوحده. ليه؟ لو انت اكلت البروتين لوحده هيبدا يرفع الانسولين، بالتالي هتبدا تخرج من الكيتوجينيك دايت في الفتره دي. طيب فاحنا عشان كده بنقول ايه؟ خلي الوجبه متكامله، فيها دهون، فيها بروتين، فيها خضروات ورقيه. يبقى بالتالي لما انا دخلت مع الدهون، قللت من عمليه الامتصاص او سرعه الهضم بتاعه الجسم، بالتالي هنا مش هخلي الانسولين يرتفع بكميه عاليه. يبقى بالتالي هنا اهم حاجه في الكيتوجينيك دايت اللي انا ابدا اخلي الانسولين في اقل مستوياته. عشان ابدا اخليك اعمل كده، يبقى انا لما اجي اكل الوجبه احاول على قد ما اقدر اكل الوجبه متكامله، او يكون فيها دهون او خضروات بس عادي، انما بروتين لوحده لا. يعني انا دلوقتي لو هستخدم دهون لوحدها او خضروات ورقيه عادي مفيش مشاكل، انما هبدا استخدم بروتين لوحده لا. فعشان كده لو انت هتاكل بروتين لازم تضيف اليه دهون مع الخضروات الورقيه. وبكده فهمنا طريقه عمل الكيتوجينيك دايت في جسم الانسان. نبدا ننتقل على النقطه الاخيره قبل ما نتكلم على الممنوعات والمسموحات والامثله الاكل. هل السعرات هي الاساس ولا النسب؟ في الكيتوجينيك دايت احنا عندنا اهم حاجه في نسبه الوجبه، اللي ان الوجبه يكون فيها متوفر فيها دهون
كمية بروتين متوسطة والدهون عالية وكمية كربوهيدرات زي ما انا قلت قبل كده، مش اعتمادنا اعتماد كلي على السعرات. طب واحد دلوقتي هيجي يبدأ يقول لي في بعض الدكاترة او بعض المتخصصين قالوا ان الكيتوجينيك دايت مش معتمد تماما على السعرات، وفي نفس الوقت في ناس تانية بره الكيتوجينيك دايت بتقول ان السعرات دي اهم حاجة. ده غلط وده غلط. الموضوع كله بيبقى واقف على الحاجتين دول، السعرات والهرمونات. السعرات بتبقى فوق وتحتيها الهرمونات، بس هي بتبقى الاساس وبعديها انت بتشغل في الهرمونات. فبالتالي انا لما اجي امشي كيتوجينيك دايت انا طبيعي شخصين، الشخصين دول بياخدوا 2000 سعر حراري. عشان ابدا اخسرهم دهون هاخد لكل واحد فيهم 1500 سعر حراري، تمام؟ طيب في واحد بيجوع واحد تاني ما بيجوعش، ممكن يبدا يقل ال 1000 سعر حراري وما ياثرش على معدل الحرق بتاعه ويخسر اكتر من التاني، مع ان ده بيجوع ودوت ما بيجوعش، مع ان ده مقلل 500 سعر بس وده مقلل 1000 سعر. ليه؟ الكيتوجينيك دايت بيعمل زي ما انا قلت، هو بيشتغل على الهرمونات، بيبدا يعلي عندك هرمون الحرق، ما هو بيحاول جسمك لمكنه حرق الدهون، وفي نفس الوقت هرمون الجوع ما بيبداش يقل جامد زي الانظمه العاديه، فبالتالي بتبدا تشبع، فبالتالي كده طبعا سعراتك قليله، فبالتالي بتخس، وبالتالي في نفس الوقت ما بتاثرش على صحتك، وفي نفس الوقت انا مستمتع بحياتي، التركيز بتاعي عالي، ما عنديش التقلبات المزاجيه اللي بتحصل من الكارب، زي مثلا دلوقتي واحد يبقى حزين يبدا ياكل سكريات يسعد، اول ما السكر يبدا يقل في الدم يبدا يحزن تاني، لا الكيتو بيقضي على الكلام ده تماما وبيخلي المود بتاعك ثابت. يبقى احنا كده عرفنا ان الكيتوجينيك دايت مش معتمد اعتماد كلي على السعرات، هو في جزء منه سعرات بس الاعتماد الاساسي بتاعه هو الهرمونات. انت قدرت انك تخلي الهرمون الانسولين في اقل حالاته، اعرف انك كده ماشي ممتاز، وفي نفس الوقت هتشبع، بالتالي انت هتلاقيك انت بدات في الكيتوجينيك دايت بثلاث وجبات، ثم بدات وجبتين، ثم بدات تاكل وجبه واحده في اليوم، ممكن الوجبه دي تبقى 800 900 سعره، انك لو اكلتها في النظام العادي هتبقى غلط او مش هينفع تمشي بيها لمستوى كبير. انما الكيتوجينيك دايت ليه ينفع وليه مش هتاثر معاك طول ما انت شبعان، انما انت مش في اول كيتوجينيك دايت ما تحاولش تحرم نفسك كل لغايه ما تشبع، وبعد كده اول ما تشبع هتبدا تقلل الاكل تدريجي. طب ليه؟ لان الجسم هنا في الكيتوجينيك دايت بدا يعتمد اعتماد كلي على الدهون تدريجي، بالتالي هنا انا اديته 900 سعره او 800 سعره، طبعا دي كميه قليله بس هو محتاج طاقه، فانا هاخد منين؟ ما هو بيعتمد اعتماد كلي على الدهون، الكبد بدا يفرز انزيمات جديده بتبدا تتعامل مع الدهون عشان تستخلصها اسرع ويبدا الجسم يستخدمها كمصدر للطاقه، بالتالي هو يبدا ياخد من دهون جسمك، عشان كده انت بتبدا تخس بسرعه جدا، وبالذات الناس اللي مليانه في الوزن. عشان كده لما انا قلت في اول فيديو من 15 ل 20 كيلو، الموضوع مش اللي انا مثلا عاوز مثلا اشد الناس، لا فعلا لو انت وزنك اوفر هتخس من 15 ل 25 كيلو، الاسبوع هيقف معاك من 5 ل 7 كيلو، تمام؟ بس هنا في الاول طبعا بتخسر جزء من الميه بجانب الدهون، وكل لما انت يكون وزنك عالي يعني كميه الدهون عاليه، كل لما تشبع اسرع، كل لما تاكل سعرات اقل، بس هيجي لك في فتره مثلا برضو دي كان دايما معظم الناس بيسالني فيها، بيجي يقول لي بعد شهرين ثلاثه انا خلاص قربت على الوزن المثالي او نزلت تحتيه بس بدات اجوع. دي حاجه طبيعيه، انا دلوقتي الجسم انت بتديله 800 سعر، تمام؟ هو بياخد مثلا 500 سعر او 600 سعر الباقيين من دهونك، ليه؟ انت عندك حجم دهون كبير فبالتالي هو ما عندوش مشكله يفضل ياخد منها، انما لما بتفضل تقل 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 وتقرب من المثالي او نسبه الدهون المثاليه بتاعتك ايه اللي يحصل؟ لا الجسم عاوز، لا انا عاوز ابدا احافظ على كميه الدهون دي عندي عشان ممكن ابقى احتاجها قدام، فبالتالي بيبدا تشعر انت بالجوع، فبالتالي ابدا ارفع سعراتك تاني عادي، ومع الرياضة او مع المشي هتبدأ تخس تاني طبيعي. فبالتالي كده عشان نخلص النقطة دي، اهم حاجة في الكيتوجينيك دايت هي الهرمونات، تتحكم في الهرمونات، تخلي دايما هرمون الانسولين في اقل مستوياته، وفي نفس الوقت كده كده بالتالي انت هتشبع، فبالتالي سعراتك هتقل، فبالتالي هتبدأ تخسر دهون. يلا بينا بقى نبدأ دلوقتي نقول ايه هي الممنوعات في الكيتوجينيك دايت، وبعد كده نتكلم على المسموحات، وبعد كده نبدأ اديك نظام سواء في الفطار او الوجبة اللي في النص او السحور. اول حاجة هنبدأ في الممنوعات بالكيتوجينيك دايت. اول حاجه من الممنوعات اللي هي الكربوهيدرات الصريحه، تمام؟ زي الرز، العيش، البطاطا، البطاطس، الشوفان، البليله، زي ما معروف عندنا هنا بحاجه اللي هي احنا بنقول عليها النشويات عموما، وطبعا السكر. ما ينفعش حد دلوقتي يجي يقول لي انا ده هستخدم عيش سن هينفع؟ لا طبعا مش هينفع، لان في رده وفي جزء دقيق، فبالتالي ده كربوهيدرات صريحه، فبالتالي مش هينفع نستخدمه. تاني حاجه معانا هي البقوليات زي الترمس، اللوبيا الى اخره. جميع البقوليات دي مش معانا في الكيتوجينيك دايت، ممكن تبدا انت تستخدم جزء صغير منها 30 ل 50 جرام، في بعض الناس قالوا ينفع تستخدمهم بس اللي النت كارب بتاعهم قليل، وانا لا افضل الموضوع ده تماما لان البقوليات اصلا بتتعب القولون. ثالث حاجه معانا من الممنوعات هي جميع الفواكه ما عدا الثلاث حاجات دول،
التوت البري، مش التوت اللي احنا هنا بناكله في مصر اللي هو التوت المستورد، والفراوله والافوكادو. الافوكادو ينفع تاكله براحتك بدون اي شروط، انما الفراوله والتوت البري لا يفضلوا في الاول كيتوجينيك دايت، ولو هتاكلهم يكونوا كل 3 ايام او اسبوع كمره كده كتغيير بس او تكسر بيه نظام الرجيم، بيبقى من 30 جرام الى 50 جرام. طيب واحد هيجي يقول لي ده ازاي الفواكه دي كلها ممنوعه، ده ما احنا مش هناخد منين الفيتامينات والمعادن؟ لو انت قارنت الورقات الخضراء والخضار باي نوع فاكهه استحاله تلاقي ان الفاكهه منتصره على الخضار، دايما الخضار هو الاساس في الفيتامينات والمعادن، وفي نفس الوقت السكر فيه قليل، وفي نفس الوقت النت كارب بتاعه قليل، انما الفواكه هتلاقي فيها جزء فيتامينات ومعادن بس السكر بتاعها عالي جدا، وفي جزء منها زي ما انا قلت اللي هو الفركتوز اللي هو الكبد ما بيعرفش يتعامل معاه، فبالتالي هيبدا يحوله لدهون ثلاثيه. فبالتالي انا عاوزك تطمن خالص، النظام صحي مش موضوع اللي هو ادام ما فيش فواكه يبقى هو النظام مضر، لا انت بتاخد الفيتامينات والمعادن بتاعتك من الخضروات الورقيه او الخضروات عموما. رابع حاجه من الممنوعات هو بعض الزيوت. الناس طبعا هتقول ايه ده انا كنت فاكره بقى اللي هو الكيتوجينيك دايت خلاص بقى اجيب الطاسه واحط فيها الزيت وابدا بقى اقلي بانيه واكل براحتي. لا طبعا، في جزء من الزيوت النباتيه ممنوعه في الكيتوجينيك دايت، زي زيت عباد الشمس، زيت الذره، زيت النخيل، الزيوت المهدرجه. اول ما تسمع الاربع اسماء من الزيوت دول تبعد عنهم تماما. ليه؟ الابحاث العلميه مؤخرا وجدت ان الزيوت دي الاوميجا 6 فيها اضعاف الاوميجا 3. الابحاث العلميه قالت ايه؟ قالت ان كل ما الاوميجا 6 تكون اكتر من الاوميجا 3 كل ما تؤدي الى مشاكل قلبيه، زي مثلا زيت الذره نسبه الاوميجا 6 فيه 17 مره من الاوميجا 3، فبالتالي كده طبعا هيسبب لك مشاكل صحيه. وعشان كده معظم اصلا المشاكل اللي بتيجي من اكل الناس بره من الفاست فود، لانه طبعا بيبقى فيه كربوهيدرات وفي نفس الوقت دهون بقى مهدرجه ودهون نباتيه، فبالتالي بيؤدي الى مشاكل صحيه. فعشان كده الزيوت دي مش معانا في الكيتوجينيك دايت. نبدا بقى نتكلم على المسموحات في الكيتوجينيك دايت. اول حاجه من المسموحات اللي هي الخضروات. جميع الخضروات مسموحه ما عدا ثلاث حاجات نبدا نركز عليهم او ما نزودش منهم، يعني نراعي واحنا بناخد منهم الكميه ما تبقاش عاليه، زي البصل والطماطم. الحاجتين دول لو انت عاوز تستخدم بصل انت بس تحط 30 جرام بس تدي ريحه الاكل البصل، والطماطم ما تحاولش انك تزودها على 50 جرام وبالذات لو انت في الاول. طبعا ليه؟ لان دول السكر نسبه السكر فيهم عاليه. طيب في نوع ثالث من الخضار هو لا يفضل تماما في الاول، ممكن مثلا بعد 3 4 اسابيع تبدا تستخدمه، وهو الجزر، لان الجزر برده فيه نسبه السكر عاليه فبالتالي لا يفضل. انما جميع الخضروات الورقيه زي الباميه، زي السبانخ، الخس، الكابوتشا، الجرجير، الخضره عامه، الخيار، الفلفل الاخضر، الحاجات دي كلها معانا عادي جدا في الكيتوجينيك دايت، بس زي ما انا قلت راعي الثلاث حاجات دول عشان ما تبداش تزود عندك النت كارب. تاني حاجه من المسموحات اللي هو البروتين. جميع البروتين الحيواني مش النباتي مسموح، بس احنا هنا بنراعي حاجه. انا دلوقتي كيتوجينيك دايت يعني نظام عالي الدهون متوسط البروتين منخفض الكربوهيدرات، بالتالي لما اجي اخد حاجه فيها بروتين انقي الحاجه اللي فيها نسبه دهون عاليه وفي نفس الوقت فيها كميه بروتين متوسطه. يعني انا دلوقتي لو انا قدامي صدور فراخ ووراك فراخ هاخد اني؟ هاخد ايه؟ وراك الفراخ، لان وراك الفراخ فيها نسبه الدهون عاليه ونسبه البروتين متوسطه، انما الصدور هنلاقي نسبه البروتين عاليه جدا وفيها 5 جرام مثلا دهون، فبالتالي لا دي كده لا تفضل، ولو هنستخدمها بنضيف اليها دهون، ودي هبدا اتكلمها لك قدام في الوجبات اللي انا هبدا اقولها لك عشان تقدر تطبقها في نظام الكيتوجينيك دايت. فبالتالي كل البروتينات مسموحه، وطبعا البيض طبعا دوت اساسي في الكيتوجينيك دايت مسموح بيه، مفيش حاجه من البروتين الحيواني ممنوعه، بس زي ما انا قلت احنا بنراعي نسبه البروتين فيها وبنبدا نضيف لها سمنه او زبده او زيت زيتون عشان نبدا نعدل نسبه الكيتوجينيك دايت عشان ما نبداش نخرج بره الكيتوجينيك دايت. نبدا بعد كده بالزيوت المسموحه. الزيوت المسموحه زي الزبده، السمنة، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، والدهون اللي موجودة في اللحوم أو الدهون اللي موجودة في البيض، ديت من المسموحات في الكيتوجينيك دايت لأنها دهون صحية. دايما كنا احنا واخدين إن الزبدة والسمنة دول مضرين جدا وابعد عنهم، لا هم دهون مشبعة وفعلا من الدهون الصحية اللي أثبتتها الأبحاث العلمية، وقالت إن كمان الزيت الذرة اللي احنا كنا فاكرين اللي هو خفيف، هو خفيف بس في نفس الوقت الأوميجا 6 فيه أضعاف الأوميجا 3، فبالتالي هنا هيضر وممكن يسبب لها مشاكل صحيه. فبالتالي دول كده هم الزيوت المسموحه في الكيتوجينيك دايت. المسموح والممنوع من منتجات الالبان، اللبن والزبادي ممنوعين. الزبادي ممكن تستخدمه على وصفه، يعني مثلا لو انت مثلا هتيجي تعمل كيلو شيش طاووق ممكن تستخدم علبه زبادي فبالتالي مش هتاثر عليك، انما
تاكله على طول لا يفضل تماما. وفي ناس كتيرة جدا بتقول انك ممكن تشرب مثلا كوباية لبن في اليوم، الكلام ده غلط تماما. طيب ازاي انت بتبدأ تقول دلوقتي ان الجبن مثلا مسموحة وفي نفس الوقت اللبن او الزبادي مش مسموح؟ لان الجبن بيبقى متشال ومتقلل منها اول حاجة النت كارب اللي هو السكريات، تاني حاجة اللاكتوز. معظم الناس بيبقى عندها حساسية من اللاكتوز، بالتالي اللبن اصلا بيعمل لهم مشاكل، فبالتالي هنا لو شربوه هيأثر على صحتهم. تاني حاجة نسبة السكر فيه عالية، بالتالي هيبدأ يرفع لهم انسولين. انما الجبن بتبقى متشالة منها اللاكتوز ومقللين فيها نسبة النت كارب. طيب ايه الجبن اصلا المسموحة؟ في جبن هقول لك عليها دي تبعد عنها والباقي كله هيبقى مسموح. اول حاجة بتمسك الجبنة بتقرا الليبل اللي عليها اللي هو المكتوب. اول حاجة لو لقيت زيوت نباتية تبعد عنها تماما، زيوت مهدرجة تبعد عنها تماما، مطبوخة تبعد عنها تماما. رابع حاجة اللي هي لو لقيت النت كارب فيها اعلى من 3 جرام، يعني انا دلوقتي مثلا الجبن القريش ما فيهاش زيوت نباتية ولا مطبوخة بس فيها نسبة السكر من 4 ل 5 جرام، في حين ان مثلا الجبنة الموتزاريلا فيها 1.5 جرام، يبقى انا بالنسبة لي انا افضل لو انا اكل مثلا 50 جرام، لا يبقى انا بالنسبة لي الجبنة الموتزاريلا افضل من الجبنة القريش. ليه؟ لان الجبنة القريش نسبة دهون اول حاجة فيها قليلة ونسبة السكر فيها عالية، يبقى انا دلوقتي ممكن اخد ضعف الجبنة دي وهتديني اقل كمان النت كارب من جبنة القريش. فبالتالي كده عشان نراجع عليهم بسرعة، اول حاجة زيوت نباتية لا، زيوت مهدرجة لا، جبنة مطبوخة لأ، رابع حاجة انها تكون النت كارب اقل من 3 جرام. طبعا لو هي ممكن 5 جرام ممكن تبدأ تستخدمها، بس بتقدم 50 جرام منها وبتبدأ تضيف اليها معلقة او معلقتين زيت زيتون عشان تبدأ تظبط نسبة الدهون فيها وبالتالي تقدر تستخدمها، بس هي طبعا لا تفضل، بس عادي تقدر تستخدمها لو انت حاببها. نيجي لاخر حاجة من المسموحات في الكيتوجينيك دايت، المشروبات المسموحة. المشروبات المسموحة زي الشاي الاحمر، الشاي الاخضر، القهوة، اليانسون، النعناع، اللي هي عامة الاعشاب اللي هي بيكون فيها سعرات قليلة جدا، فبالتالي دي مسموحة في الكيتوجينيك دايت، بس طبعا ما تضيفش اليها سكر. ممكن تبدأ تستخدم السكر الدايت اللي هو الاريسيتول او الستيفيا، دول افضل نوعين سكر دايت. لو انت طبعا في مصر مش هتلاقي الحاجة دي، ممكن تبدأ تستخدم سويت اند سليم او سويتال او ايزو سويت، التلاتة دول برضو يعتبر معقولين، بس الافضل طبعا زي ما انا قلت انك ما تستخدمهمش في فترة الصيام المتقطع وتبدأ تقلل منهم تدريج. بالتالي كده احنا قلنا على الممنوعات والمسموحات في الكيتوجينيك دايت، تعال بقى نبدأ ندخل على الأمثلة سواء في الفطار أو الوجبة اللي في النص أو وجبة السحور. آخر حاجة معانا هي الوصفات أو الوجبات. قبل ما نتكلم عنهم لازم نقول أساسيات الكيتوجينيك دايت الناجح. في حاجة اسمها الإلكترولايتس، الإلكترولايتس ديت هي الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم. قدرت توفرهم وقدرت تشرب من 3 ل 4 لتر يوميا، اعرف انك مش هيحصل لك اي اعراض في الكيتوجينيك دايت. الصوديوم اللي هو انت بتجيبه من ملح الطعام من الاكل او ملح البحري او ملح دكتور سولت. البوتاسيوم والمغنيسيوم متوفر في الورقيات الخضراء وفي البروتين بس بنسب قليله. البوتاسيوم متوفر في الورقيات الخضراء بكميات عاليه، انما المغنيسيوم بكميات قليله، فبالتالي ممكن احنا نبدا نستخدم مكمل غذائي يكمل احتياجنا اسمه مغنيسيوم بلس، بيبقى 200 مللي جرام في الحبايه، بتاخد حبايه منها. طيب لو ما لقيتش مغنيسيوم بلس لانه غالبا ناقص في مصر، هتبدا تشتري اوستيوكير وتاخد منه حبايه. طيب لو انت برضو بره مصر ممكن تبدا تجيب بقى اي مكمل مغنيسيوم، بس لا يفضل البودر، انت تجيب الحبايه اللي هي 200 مللي جرام. نبدا بعد كده نتكلم على الوجبات. انت عشان اعمل لك وجبه مناسبه ليك لازم ابدا احسب لك سعراتك وابدا احط لك الحاجه المناسبه ليك. طيب انا دلوقتي الفيديو دوت هترفع على اليوتيوب، فاحنا كلنا مختلفين، فبالتالي ده غير ده غير ده، فبالتالي انا حاولت احط لك اسطمبه تمشي عليها، دوت الاساس، وكله هيعتمد على لو انت جعان هتبدا تزود، لو انت مش جعان تبدا تقلل، عشان نبدا ننجح نظام الكيتوجينيك دايت. واحنا زي ما احنا قلنا هو مش معتمد اكتر على السعرات، هو معتمد اكتر على الهرمونات، بالتالي كل لما نشبع اقدر اقلل اكلي تدريجي واقدر اخس اكبر كميه دهون ممكنه سواء في رمضان او بره رمضان. هنبدا نقسم الوجبات الى 3 وجبات، وجبتين رئيسيه وجبة في النص دي احتياطي. الوجبتين الرئيسية هتبقى وجبة الفطار وجبة السحور، والوجبة اللي في النص هتبقى بينهم. انا افضل لو انت بتقدر تكمل الصيام، يعني تيجي على الفطار تشرب مية وتبدأ تكمل الصيام
بعديه من ساعتين الى 3 ساعات وتبدا تاخد اول وجبه، ووجبه السحور دوت هيكون افضل. ما عرفتش عادي خالص، خد وجبه الفطار وخد وجبه السحور. دلوقتي هنبدا نتكلم على وجبه الفطار. وجبه الفطار في حاجات اساسيه لازم تبقى فيها قبل ما اتكلم على الوجبه. اول حاجه لازم يكون فيها طبق شوربه عادي او طبق شوربه خضار. ليه؟ عشان نبدا نوفر كميه الاملاح اللي انت فقدتها في طبق الشوربه دوت. يبقى احنا كده وفرنا الصوديوم، محتاجين نوفر البوتاسيوم والمغنيسيوم قبل حتى ما ندخل من الاكل عشان نبدا نلغي تماما ان يحصل لك اعراض الكيتوجينيك دايت وتبدا مثلا تقول انا صدعت، لا انا هخرج من الكيتو. لا، احنا عاوزينك تبدا ماشي على الكيتو صح عشان تبدا تخس اكبر كميه دهون ممكنه. يبقى تاني حاجه هنبدا ناكل ورقيات خضراء من 200 ل 300 جرام، زي الخس، الكابوتشا، الجرجير، السبانخ، الملوخيه الى اخره. وطبعا ممكن تبدا تستخدم معاهم السلطه بس بنقلل من البصل والطماطم. يبقى كده في اساسيات الفطار انت معاك حاجتين، طبق الشوربه سواء شوربه عاديه او شوربه خضار، طبعا مش شوربه لسان عصفور لان لسان عصفور دوت كرب. وتاني حاجه معاك ورقيات خضراء وطبق سلطه. نبدا بقى ندخل على الوجبات الرئيسيه. هات بقى ورقه وقلم وابدا اكتب دي الوجبات الرئيسيه اللي انت ممكن تفطر بيها. اول حاجه ممكن تستخدم وراك فراخ مع معلقه الى 3 معالق زيت زيتون او زبده. انا مش حدد لك الكميه، انا زي ما قلت انت هتبدا تاكل وتشوف هل انا شبعت، خلاص يبقى مش هضطر ان انا اكمل الوجبه. ما شبعتش هكمل الوجبه لغايه الاخر. طيب لو انا بدات اجوع بعد ما خلصت الوجبه، يبقى انا بعد كده ممكن ابدا ازود كميه الدهون معايا لان الدهون هي اللي هتشبعني. تاني حاجه ممكن نبدا ناكلها اللي هي اللحمه الدسمه، زي ما احنا كنا قبل كده بنحاول ننقي اللحمه الحمراء، لا انت دلوقتي هتنقي اللحمه الدسمه وتبدا تحمرها من معلقه الى معلقتين زيت زيتون او معلقه لمعلقتين زبده. ثالث حاجه معانا اللي هي سمك المكاريل او سمك السلمون. النوعين دول من السمك ينفع تستخدم سمك بولت عادي، بس مش هينفع تحمره في الزيت الذره. ممكن انت تبدا تعمله صياديه في الفرن او سنجاري مشوي، انما انك تحمره في الزيت بالدقيق وكده لا طبعا، دوت ضد تماما الكيتوجينيك دايت. عشان كده النوعين دول من الاسماك مفيدين جدا، سمك المكاريل وسمك السلمون، لانهم اكتر اسماك موجوده فيها دهون صحيه واوميجا 3. وبالتالي هنا انا بفضل جنبهم بدل ما تضيف من معلقه الى معلقتين زيت زيتون او معلقه لمعلقتين زبده، ممكن تضيف هنا 100 الى 200 جرام افوكادو. الافوكادو فيه كل 100 جرام تقريبا 15 جرام دهون صحيه، يبقى انا بالتالي اقدر اكل الافوكادو جنبيهم او جنب اي وجبه بدون مضيف اليها دهون. بس اراعي حاجه ان هنا الافوكادو فيه كميه بوتاسيوم عاليه، فبالتالي انا مش مضطر ان انا ابدا ازود الورقيات الخضراء اكتر. يعني انا دلوقتي لو انا قدامي وجبه فيها مثلا 300 جرام خس وهاكل معاها 200 جرام افوكادو، طبعا لو انا اكلت الاثنين ده حاجه ممتازه، يعني الورقيات الخضراء لو انت وزودت منها مفيش اي مشاكل. انما الافوكادو فيه كميه بوتاسيوم عاليه، فبالتالي لو انت اخذت 200 جرام افوكادو وعاوز تبدا تشيل ال 200 جرام الخس عادي مفيش مشاكل. نيجي بعد كده ممكن تبدا تاكل الكبده. الكبده نسبه البروتين فيها عاليه، فبالتالي بنقول خليها 3 معالق زيت زيتون او 3 معالق زبده. طيب بعد كده ممكن تبدا تاكل صدور الفراخ. صدور الفراخ برضو نسبه البروتين فيها عاليه، فبالتالي بنقول خليها 3 معالق زبده او 3 معالق زيت زيتون. اخر حاجه ممكن تبدا تاكلها طبعا هي البيض. ممكن تاكل من 3 ل 5 بيض، دوت كله على حسب انت جوعك، مع الزبده مع الورقيات الخضراء مع طبق شوربه الخضار او الشوربه العاديه. ده كده بالنسبه لوجبه الفطار، انت كده حصلت على وجبه كيتوجينيك دايت متكامله تماما. نيجي بعد كده للوجبه اللي في النص. هنفرض انك جيت في النص عاوز تاكل بقى، عاوز مثلا جعت. اول حاجه لو انت مش جعان او لو انت جعان ممكن تبدا تشرب ميه، ممكن تبدا تشرب مشروبات المسموحه زي اليانسون، النعناع او الشاي الاخضر. ابعد عن القهوه عشان نسبه الكافيين فيها عاليه ممكن تبدا تصدعك، انما الشاي الاخضر نسبه الكافيين فيه قليله وبالتالي هيظبط معاك الكوليسترول وهيبدا يساعد معاك في حرق الدهون، فبالتالي هيكون مفيد معانا في الجزئيه دي. طيب انا دلوقتي شربت ميه وشربت الحاجات دي وجعان برضو، ممكن ابدا استخدم الورقيات الخضراء او طبق سلطه. طيب انا عملت الحاجه دي وفي نفس الوقت انا جعان برضو، ممكن ابدا ادخل معايا 30 جرام مكسرات، وافضل حاجه طبعا هي اللوز، لان النت كارب في بقيه جميع المكسرات عاليه ما عدا اللوز والبندق وعين الجمل، فبالتالي الثلاثه دول تقدر تاخد منهم 30 جرام. طيب انا برضو جعان، يبقى انا ممكن ابدا استخدم اخر حل معايا بالطين مع بالزبده جنب الورقيات الخضراء. وطبعا انا في الكيتوجينيك دايت لا افضل انك تاخد الوجبه اللي في النص الا لو انت مضطر. طيب واحد هيجي يقول لي طيب انا دلوقتي شعرت ان انا لا انا عاوز حاجه مسكره،
وممكن ابوظ. لا خلاص انا بقول لك حاجه تعملها، تبدا تعملها. لو انت طبعا ما تعملهاش طبعا يوميا، انما تعملها كل فتره كمكافاه ليك، انك ممكن تجيب 100 جرام افوكادو و30 ل 40 جرام فراوله اللي هم 3 4 فراولات، ومع لبن جوز الهند ممكن تعمله في البيت، هتلاقي كذا طريقه على اليوتيوب، او تشتريه من بره، او لبن اللوز كميه النت كارب فيهم بتبقى قليله جدا وما فيهمش لاكتوز، بالتالي بتضربهم كلهم في الخلاط مع سكر دايت من اللي انا قلت عليه، ولا يفضل تستخدم السكر دايت. انما انت خلاص مصر، يبقى ممكن تضيف اليوم سكر دايت وتبدا تشربه. بس اعرف حاجه، لو انت فعلا محتاج سكريات اعرف انك قصرت في البوتاسيوم، لان البوتاسيوم هو عامل مهم جدا في حته ان الجسم يبدا العقل يبدا يرسل اشارات ان الجسم محتاج سكر. اعرف انك عندك بالذات في كيتوجينيك دايت، اعرف انك عندك عجز في البوتاسيوم، بالتالي انت في وجبه الفطار ما اهتمتش بالورقيات الخضراء او ما اكلتش افوكادو. وجبه السحور انا بفضل انها تكون بيض مع الجبنه مع الورقيات الخضراء والسلطه. ليه؟ الجبنه فيها بروتين بطيء الامتصاص فيبدا يشبعك اكتر كميه ممكنه، بس برضو الجبنه سلاح ذو حدين، زودتها النت كارب هيعلى معاك نسبه الصوديوم فيها عاليه ممكن تعطشك اكتر، فبالتالي احنا بنخليها من 30 ل 50 جرام مع كميه البيض بقى بيضتين ثلاثه على حسب انت جوعك. ممكن تبدا تستخدم جبنه موتزاريلا، جبنه ريكفورد، جبنه رومي. اهم حاجه في نوع الجبنه تبدا تشوف هل الجبنه دي معانا ولا لا، ما فيهاش زيوت نباتيه ولا زيوت مهدرجه، يبقى الجبنه دي تقدر تستخدمها. تاني اختيار معانا، ممكن تبدا انت تستخدم بيض بالبسطرمه. البسطرمه لازم تتاكد انها 100% حيواني بدون اضافات، وانا لا افضلها، بس ممكن تستخدم 50 جرام بسطرمه مع البيض اللي انت تاكله بالزبده مع الورقات الخضراء او السلطه. بعد كده ممكن تبدا تعمل سجق، بس برضو تاكد ان السجق 100% لحم حيواني، وبالتالي تبدا تتاكد ان هو مش مضاف اليه اضافات. هتسال بقى سواء الجزار اللي عامله او اللي انت بتشتريه، طبعا بره مصر في الحاجات دي متوفره، بتبقى 100% لحوم بدون اي اضافات. بعد كده ممكن تبدا انت تعمل برجر بيتي. البرجر البيتي عباره عن تجيب بقى سواء لحمه تضربها في الخلاط، او صدور فراخ او وراك فراخ، وتحط عليها مثلا 30 جرام بصل وشويه خضره وبيض، وتبدا تعملهم تضربهم في الكبه وتبدا تعملهم برجر، وبالتالي تحمرهم في 20 30 جرام زبده. او ممكن تبدا تاكل نفس الوجبات اللي في الفطار. وطبعا قدام ممكن تيجي تبدا تشبع، تيجي في نص رمضان تبدا تشبع، ممكن ما تاكلش غير وجبه واحده بس، بس اهم حاجه طول الفتره انت بتشرب من 3 ل 4 ميه. طبعا برضو على حسب العطش، لو انت عاوز تزود عطشت تزود مفيش مشكله. اهم حاجه انك تظبط زي ما انا قلت الطبق الشوربه عشان تاخد الصوديوم منه. تاني حاجه تبدا تهتم بالبوتاسيوم والمغنيسيوم من الورقات الخضراء ومن مكمل المغنيسيوم او الاستيوكير، بالتالي كده انت هتكون ماشي على الكيتوجينيك دايت مظبوط حتى بدون حسابات، وبالتالي تقدر تخس من 15 ل 20 كيلو بدون اي تعب او مجهود. ونصيحه اخيره للناس اللي هي مش عاوزه تعمل رياضه، ممكن تبدا تتمشى من 20 دقيقه ل 60 دقيقه قبل الفطار. ابدا ممكن تبدا الاول مثلا ب 20 دقيقه، تاني يوم تبدا تزود دقيقه، وهكذا لغايه ما تبدا تطلع انك تمشي ساعه قبل الفطار. دوت هيفرق معاك جدا في معدل حرق الدهون بتاعك، وبالتالي تقدر تخس الكميه اللي انت عاوزها. واهم حاجه هنا، اهم حاجه انك تعتمد اكثر على المقاسات، لان في ناس في الكيتوجينيك دايت الناس متقسمه جزئين، جزء بيخس وزن اكتر من المقاسات، وجزء تاني بيخس مقاسات اكتر من وزن. دي نتيجة تجربتي مع الناس اللي انا بدربهم الموضوع دوت، انا اكتشفته. في ناس ممكن تبدا تبص عليها تلاقيه خاسس مثلا بعد ال 12 اسبوع معاك خاسس 12 15 كيلو، بس تيجي تبص لمقاساته ولو واحد مثلا يجي يشوف الصوره الفرق قبل وبعد يقول له ده انت خاسس 20 30 كيلو. طيب هو الشخص دوت الجسم بالنسبه له فضل فترة كبيرة جدا مليان فحابس المية، هو عاوز يكتسب الوزن تاني فحابس المية، فبالتالي احنا بنبدأ نعمل طرق معينة عشان نبدأ ننزل المية دي. بس في نفس الوقت هنا طول ما انت مقاساتك بتقل طول ما انت ماشي مستمر. يعني ممكن بعد رمضان الاقي ناس كتبت انها خسرت 15 فعلا ل 20 كيلو، وناس قالت انا خسرت 10 كيلو بس، ناس قالت انا 8 كيلو بس. هتلاقي لو الناس مشيت فعلا على اللي انا قلته دوت هتلاقي المقاسات بتاعتهم اختلفت تماما. يعني في بداية رمضان نهاية رمضان هيلبس لبس تماما غير اللي هو كان بيلبسه، اقل حاجه اقل مقاس مثلا من 3 ل 5 بالنسبه للهدوم. واهم حاجه انك تلتزم صح، وما تحاولش انك تبدا تعمل شيت ميل او تبدا تدخل اي اكل خارج الكيتوجينيك دايت. ولو انت عاوز تسال في اي حاجه اسال تحت في الكومنتات وانا هرد عليك. اتمنى الفيديو دوت يكون الناس استفادت منه. في رعايه الله، السلام عليكم.